عادي خطوة المرأة حلوة يا دكتور عندك. اه جدا. ما انا بقول لحضرتك انا جاي النهارده عشان كنت عايز اقول لك حاجه يا دكتور. اتفضل. اي ام عيلها بيكبر ما بتبصلوش انه كبير، بتبصله انه صغير. طبعا. واخد بالك؟ طبعا. انا ابني كان بيقعد انا لما اخذه مش واخده شهاده، مش اقول لك دكتوره ولا مهندسه، ابوهم اه ظابط وانا علمت عيالي، انا عيالي كلهم ازهريه. واخد بالك؟ لما كانوا بينزلوا يمتحنوا كنت بقف على السلم امسح لهم الجيزه اللي ورا عشان ما يضيعوش وقت. واخد بالك؟ من انا مش واخده شهاده، مش هقول لك يعني كده، ده ابن عم اللي واخد ابني. واخد بالك؟ ابني لما كان بيكلمنا على السياسه ما كنتش بتصور ان العيل ده بيتكلم على الموضوع ده. كان يقول لي يا ماما هم بيقول لك السياح في التحرير، سياسه في التحرير ومهندسين في التحرير دكاتره في المحافظه. يا حاجه انا النهارده اتعلمت منك حاجه ما اتعلمتهاش من اي حد. لما بقول لك نعمل ايه ونستنى ونصبر، وانت حضرتك قلتي لي الفار لو ما حطيتوش المصياده هيربي فران. اقسم لك بالله ان انا اول لو جات اول فرصه ان انا اطلع اتكلم في اي حاجه هقول لهم ان انا سمعت الكلام ده من حضرتك. كلمه جميله والله العظيم. يعني انا الكلمه دي بالذات الفار لو ما اتقفش من الاول هيربي تحت الفران. ايوه طبعا هيعمل تحت فران كتير. يعني ما تقوليش ان حضرتك ما بتفهميش السياسه. ده 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 ابن 40 سنه ده. اسمع المقوله الثانيه من حسين جيولوجي معانا هنا، مهندس جيولوجي. بيلاقي الراجل بجلابيه بسيط، راجل يعني تشوفه لا بيعرف يقرا ولا يكتب، فبيقول له ايه بيتخانقوا على اللي حاصل في التحت، فبيقول له طب خلاص يا عم نبيعها، تبيع البلد يا حاج، تبيعها. قال له مش لما املكها يا ابني ابقى اقول ابيعها ولا لا. راجل ما بيعرفش لا يقرا ولا يكتب ولا اتعلم، عارف يعني ايه من التحرير. ما قلت انت اذكره ما يملكش والفران اللي هتقول. هو يا دكتور زي ما بقول لحضرتك امبارح، اسم امبارح ده توحيد كل القوى كيان واحد نفسي فيه ده، وتدعيم 47 حزب وحركه غير اللي انضموا كيان غير اللي انضموا قبل كده، دي في حد ذاتها خطوه جميله جدا جدا. يا رب بركه الله. وبعدين محمد ابو حمد قال عايزين نمشي 10 3 يوم الجمعه اللي مات فيه الدكتور ودكتور علاء والشيخ ماما اللي كنت انا سافرت فرنسا. انا شفتك يعني في التلفزيون شفتك. واخد بالك؟ طلعت الصبح لقيته فاتح الكمبيوتر ومدلدل الشهداء بيعيط، هو بيعيط عشان هو كان بيشيله في المعارك. وبعدين بقول له انت بتعيط يا مصطفى، كل دول شهداء؟ هو ما بيقوليش يا ماما، هم اخواتي بيقولوا لي ماما، هو ما بيقوليش يا ماما، هو بنتي الكبيره بيقول لي يا امي. حتى ما بيقولوا له قول يا ماما، يقول لك لا ده ماما دي بتاعت الانجليزيين، هو عشان ازهري بيقول لي يا ماما. واخد بالك؟ ده من بقول له كل دول شهداء، قال لي يا ماما كل دول شهداء، ده في اكتر من كده. يا مال انا بعيط، راح طفى الكمبيوتر. واخد بالك؟ مهما كان ما تزعلش مني اي ام. واخد بالك؟ يعني لما تحسي ابنها في خطر بترمي لا مؤاخذه نفسها عليه. واخد بالك؟ مسكته كده من ايده، قلت له مصطفى انا عارف انت بتروح التحرير، بس هدي دلوقتي ما تروحش التحرير في ضرب جامد. لا مؤاخذة اسمها ديت كامل اللي كانت في التلفزيون، حسينة كامل. حسينة كامل. واخد بالك؟ قلت له حسينة كامل يا ابني ضاربينها ولسه جايبينها وحصل وحصل وحصل. ده من ده وراح ضحك وسكت. قلت له يا حبيبي هات يعني ما تروحش دلوقتي. واخد بالك؟ والله قال لي حاجة ما أسأل. قال لي لو مت يا أمي ما تبكيش، ده أنا هموت عشان بلدي تعيش وأنا واقفة معاه. واخد بالك؟ ويوم الزفة زفيني، يوم موتي زفيني، ويوم النصر افتكريني. رحت بعد ما طلعت من قلب الشارع حضنته وقعدت أبوس فيه. خمس دقايق كان لبس ونزل. كلنا عيالك يا امي، كلنا عيالك. انت مش سمعت صوته في المهوب هو ماشي بالسكه، زمايله قالوا له انت رايح فين يا مصطفى؟ رايح التحرير. خد عيال عمته. واخد بالك؟ عيال عمته دول عايشين فين؟ مش عايشين هنا، عايشين في اليابان. واخد بالك؟ ابوهم دكتور هناك وكانوا جايين عند ضيف، خدهم ونزل. واخد بالك؟ قالوا له يا مصطفى رايح فين؟ انا رايح التحرير. واخد بالك؟ قال له طب نروح معاك التحرير، تعالى معانا التحرير. قال طب غني لنا يا مصطفى الاغنيه بتاعته هسجلها. ده واخد بس بيغني اللي اتضرب غدر اهو اهو هو يسمع حاله. ابني عطاها له يسمع حاله في الموبايل بتاعه. واخد بالك؟ ده من هو نازل على السلم كان بيغنيها له. واخد بالك؟ لان ابني كان بيقرا القران، كان يقعد يقرا القران كان صوته جميل، كان طيب جدا وكان غلبان. كلنا عيالك يا امي. بس انا يا ابني انا ما بنهبش ولا انا ولا والدي. كلنا عيالك يا امي. ياما لو هو مش طيب ما كانش ربنا اختاره. ما فيش حاجه. وانت ما كنتش ربيت يا ماما احنا مش كده. يا كل اللي موجودين هنا. انا بعيط مش بعيط عليه. بعيط على الظلم اللي في البلد. ان شاء الله يتشال. بعيط على الظلم اللي بتحصل في البلد.
الكلب عمالين يجيبوه في طياره وادوه في طياره وعلى عيننا ده دمهم يا جرب. مش حاجه متعلقه مفيش حاجه لا يا ما هو ان شاء الله واخد بالك مفيش حاجه حصلت في البلد بالعكس عيننا عيننا كلها ده واخد بالك انا بعيط عشان كده صدقني يا ابني لو البلد وقفت على رجلها مش هعيط صدقني هزغرط واعمل فرح والله والله انا بنعيط على شبابنا شبابنا يا ابني اللي دمهم راح اجر احنا ما روحناش هنا عشان كده احنا قاعدين هنا عشان كده واحده جابوها في بورسعيد جابوها من عيالها اللي ماتوا في بورسعيد واخد بالك جابوها في التلفزيون من العمرانيه برضو قالت ابني ابن شهر في بطني بس ابن جوزي سابه من شهر قالت ما اتجوزتش ولا اتجوزت قالت لما كان بيقول روح التحرير بتقول له كنت بصوت كنت بخاف عليه واقعد اصوت عشان ما يروحش قالت سامحني يا ابني ريتك كنت وديتك التحرير مات في بورسعيد بتقول لك طب هي بتتكلم بتقول سامحني يا ابني انا كنت ظالمه لا مؤاخذه اللي في التحرير سامحني يا ابني واخد بالك كنت ظالمه تقول لك لما كان يقول لي روح التحرير بتقول لك كنت اصوت فيه وامسك فيه خايفه عليه طب ادي ما راحش التحرير ادي راح بورسعيد موت انا ما امسك نظر يا ابني ده مسكين مضربينهم بالسواتير شوفهم عيل صغير نسي الموبايل بتاعه بيوطي ايديه خانقينه بالجنزير ده مش ليه؟ ليه يا ابني عملنا ايه؟ عملنا ايه؟ عشان احنا اللي ظلمنا عيالنا عشان تبقى عيال هم احنا اللي ظلمناهم عشان 40 سنه كنا ساكتين لو كلمنا من 40 سنه صدقني ما كانش الظلم اسمعيني بس اللي كان بيتكلم كان بيروح ورا الشر لا عشان واحد بس اللي بيتكلم هم لو الشعب كله كان قام متكلم من 40 سنه صدقني لا 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 صدقني والله صدقني يا ابني هم مش قد الشعب يا ابني مش قد الشعب بتوع ليبيا عملوا مع بعض كلوه كلامك صح يا كلوه يا ابني اتفضل يا استاذ ربنا يخفف قومه وفقط صدقني يا ابني انا حكيت لك بقول لك لما اكون فار واحد غير ما اكون بركه شيرين ها مصطفى الشاهين بركه فيران يا ابني طبعا كتروا بقى طب تمسك مين ولا مين ما لو كلنا قمنا مع بعض يا ابني كنا عرفنا ناخد حقنا ان شاء الله الغلطه يعني ده ابو جوزي ده والسلام ربنا يصبرك ربنا يصبرك يا انت اشجع من كل لا والله العظيم ابدا لا والله ابدا ابدا انت اشجع والله العظيم ابدا ده انا مثل الثور الصح والله العظيم ابدا ده انا قال له مثل الشاب والله ابدا يعني ربنا قدوه لكل يعني شباب الكبار والصغيرين والله ابدا والله ابدا صدقني يعني انت قدوه للكبار والصغيرين انا واقف جنبكم وحاسس ان هو قليل قوي احنا فخورين بيه والله كفايه نزول الكل بيفتخر والله بيك والله والله ده انا اللي متشرف ان انا واقف جنبك الثوره المصريه والله. كلها تفتخر بيك صدقني مش عندنا رقبه الهجان بس بقى عندنا ناس من مصر في مصر بتتكلم زي ما المدام بتقول يعني ائتلافات الثوره تتحد النقطه اللي ان شاء الله ما دي احنا كنا قاعدين بنتكلم فيها كنا اتكلموا فيها امبارح وانا جاي امبارح المؤتمر قصاد النقابه نقابه الصحفيين قبل النقابه كان اول امبارح هنا في الحزب تمام انا حضرته ما عجبنيش بالظبط الله يفتح عليك ما عجبنيش فانا جيت النهارده عشان كده ما روحتش امبارح والنهارده جيت كويس الحمد لله ان النهارده وربنا يا رب يبارك فيكم يا رب لان الكل عاوز يبقى فيه تشرذم ايوه هم عايزين كده صح فرق للاسف انا احيانا بعض الناس يجي يقول لا شباب الاخوان اقول له لا لازم انا لما حضرت اللي نجح بنقول له مبروك واللي خد كرسي بنقول له مبروك صح ليه ما نبعدهوش عشان يوصل صوته بالظبط انا هو معاه اول امبارح حتى ولو 1% بلاش نقول 80% ما نخسرهوش صح انا اول امبارح واحنا قاعدين بنتكلم في واحد قاعدين يقول طب احنا متجمعين ليه متجمعين ليه ترضى بنتجمع تحت لواء واحد الاول بالزبط. وبعد كده نتناقش مع بعض بس يبقى في لواء واحد نتجمع نهدى ونهبط بالظبط سكت وبعدها بخمس دقايق راح طالع قايم برده طب هنتجمع ليه طب ايه الاليات طب نعمل معرفش ايه طب انت جاي تعمل ايه نبدا نقول واحد نبدا واحد الخطوه الاولانيه بالظبط نبقى واحد وبعد ما نبقى واحد هنعمل كل حاجه زي ما في ال 18 يوم الناس لما جت في الاول كانوا اسقاط النظام ومش هو حسني مبارك يعني اللي هو يعني اللي هو طب حسني مبارك تنحى بس طب لا ده احنا هنحاكمك يعني أيوه. شوف حضرتك الدنيا عادي ازاي انه بالوحده أيوه وبالصمود فاحنا لازم نرجع نتوحد يا رب امين والاعلام خلى الشعب بدا لهجته تتغير فما نخسرش بعض صح يعني تالفنا مع بعض اتحدنا مع بعض يا رب هيخلي حتى الشعب نفسه يرجع يعني الناس لما بتلاقي ناس طيبه زي حضرتك وزي الشباب المحترم اللي واقف بدل ما الاعلام بيقول ده الميدان بقى بلطجيه لا عادي الناس المحترم
طب احنا ازاي نوحد هو ده كلمه في نزلك يا دكتور ازاي نوحد اهدافنا ما هو الهدف هو اللي هيجمعنا بص هقول لحضرتك لما نقعد نناقش هنتوحد يعني لما حد يطلع بكلمه ويقول احنا دلوقتي احنا عايزين تسليم السلطه وناس كتير ايدته هيبقى خلاص الجماعه يعني الكتره ايدت الموضوع لو ناس كتير عرضته يبقى ندور على مطلب تاني بالظبط هي دي النقطه بس كلا. نتجمع يعني الاول يبقى فيه لواء واحد يعني وبعد كده متجمعين للاسف احنا نيجي نبص كل واحد مطلبه ده نازل وده مش نازل وده مش نازل بالظبط بالظبط هو خطوة امبارح دي انا شايفها امبارح بسم الله ما شاء الله يعني لو المطره كويسه جدا اتجاهت الطريق الصحيح لتوحيد الصف كمان اتجاهت الطريق الصحيح لتوحيد كل القوى الثوريه امبارح خطوه كويسه ماشي ربنا يوفقكم ان شاء الله كده في المزيد يا رب واحنا كبار وصغيرين واولادنا انا بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه دي عمرها ما كانت ثوره شباب دي عمرها دي ثوره شعب واللي هو ثوره شباب صح صح لان انا من اول يوم في الميدان من اول يوم يوم 28 انا ما كنت شايف شباب بس انا كنت شايف كل الناس بالظبط وكل الاجيال كنت بشوف كل الناس ف يعني مش ثوره شباب خالص هو اي نعم احنا بنعرف نجري ونطلع قدام بس برضو وانا قدام شفت انا والله لا ولا بكارت شباب ولا حاجه هم كلهم مع بعضهم انا في مره يوم 28/6 انا شفت حاج عنده 75 سنه واقف معانا في شارع محمد محمود ومدام عندها في الاربعينات في اواخر الاربعينات واقفه عماله بتصرخ فينا عشان نخش ويوم الجمعه اللي فاتت ساعه الضرب ساعه بعد عدد بورسعيد وانا راجع من جوه قابلت حاجه على كرسي بعجل قالت لي انا نازله اجيب حاجه حقك فيعني عمرها ما كانت شباب احنا بس عشان بقول لحضرتك ايه بنعرف نجري اسرع منكم شويه معلش حكم السن فبنرزق قدام هي ان شاء الله نجري لقدام على طول امين يا رب امين امين يا رب امين انا اسعد والله ربنا يا رب يصبرك ويقويك ويعزك ويكرمك يا رب قادر كمان وتخشوا الجنه يا رب باذن الله ومصطفى يشفع لكم باذن الله واحد احد باذن الله يا رب يا رب يا رب على سعادتك يا حاج لينا كلنا فقد حبيبتي او وقوع عن امه جميعا الحمد لله حديث صحيح الحمد لله من فقد حبيبتي حبيبتي لا يعني عينه فالنبي بيقول من فقد حبيبتي عوضت عليه الجنه فيضمن الجنه ان شاء الله باذن واحد احد الله العظيم باذن واحد احد الله يكون نزولك انت ده معانا ده كفايه والله باذن الله انا كل ما اقدر ان احنا مش بلطجيه كل ما اقدر انزل هنزل ان شاء الله ربنا يديك الصحه والعافيه ربنا مش قادر يبقى يوميا احنا شغالين هنا كل يوم احنا على حسب ظروفه هو يوميا احنا عاطفينك قدامين ظروفك حاول نصك ان كل يوم نعمل ندوه بسيطه جدا هنا وتوعيه بالنسبه للشباب اللي داخله انا للاسف انا لازم اروح المركز التاهيلي بتاعي عشان اتعرف على الدنيا الجديده لازم استخدم ادواتي يعني اعرف ازاي اتعامل وازاي اشوف الحاجات دي فدي محتاجه تدريب وتعليم احنا عاطفين انا لحد دلوقتي مش عارف اخش ولا على فيسبوك ولا على تويتر بخلي اخويا هو اللي يخش فده محتاج تمرين فانا بروح الصبح وبعد كده ببقى فيه شويه حاجات بعملها فلو هقدر باذن الله اليوم اللي اقدر فيه باذن واحد احد هاي وانا هحاول ان هي يوم بعد يوم لا احنا عاذرينك والله يا دكتور يعني ربنا يخليك بس يعني بس انا عارف ان انا نزول لا والله انا عارف ان انا نزولك هنا لوحده في حد ذاته يعني والله يخليك وربنا يديك الصحه والعافيه يا رب ويعوضك عن هنا يا رب ان شاء الله الحمد لله انا متعود ان شاء الله طبعا بحبنا كلنا الحمد لله الله يخليك انا شكرك لك الله يخليك ام مصطفى سلام عليكم وانا بجد والله اتشرفت بيك النهارده ربنا يخليك مع السلامه ربنا يكرمك يا رب ربنا يشفيك يا رب ويخليك انا الحمد لله اتشفيت ويخليك لينا انا الحمد لله اتشفيت انا شفتك في التلفزيون وقعدت ادعي لك عجبتك انت زي عجبتك انت تعجب الناس كلها ربنا يكرمك انت من في ناس انت بس البصه بس كده منك تعجب العالم كله يا ربنا يكرمك ده كفايه دعواتك دي والله ما شاء الله عليك يا رب يا ابني والله نور قلبك ربنا يخليك الحمد لله الحمد لله دكتور مع السلامة دكتور مع السلامة